ما بنيجي، لكن خلونا نمشي لعبد الباقي خالد عباد اللي برضو أدانا إفادة عن محمود عبد العزيز، وبنرجع تاني. وخلينا نرجع للمسرح مرة تانية في التكينة. وأول مرة استمعت لمحمود، أول مرة نحن نكتشف إنه محمود فنان، فمشينا على العرض والتذاكر كملت ويسهر التيار الكهربائي قطع بعد طريقة وبعدين زمان العروض المسرحية دي بتبدأ مدخرة، فنحن بقينا في موقف محرج جدا. وبعدين الناس سلبوا بالحيطة بتاعت النادي ويزول، يعني في النهاية فتحنا الباب، يعني بقيت المزارع صعبة، ناس دارين قروشنا كده بكوركو وطقيع وظلام، ومسألة كانت صعبة جدا، احنا خايفين بس كلنا في مجموعة كده في حتة. فمحمود تاريخي، اي محمود انا بتذكر الموقف ده اصلا في مذاكرة يابا، يعني لسه الطقيع المزارع، يعني نحن نطلع كيف؟ فقام محمود قال انا يا اخواننا حغني لكم، اتبرى انه غني، نحن تفاجأنا يعني. وفي وجه الشريف، يعني شريف كان فنان الفرقة، محمود أذكر إنه غنى يا قائد الأسطول بطريقة مختلفة. يا سلام. فالجمهور كان داير العرض وبيكورك وبيقول داير قروشنا وبتاع، بدأ بس كده كلهم زي صبط في المطر بس عايمه كده. محمود غنى كما لم يغني من قبل، زي ما قلت لك، غنى يا قائد الأسطول وغنى لنجم الدين الفاضل وغنى لزيدان، الناس دول استمتعوا بطريقة لحد ما نحن انتهينا أصبح حفلة من عرض، الناس قدمتنا يعني لحد ما يحرق بينا على العربات، كان الناس بتودع فينا وكان بعينه للشاب ده يسلموا عليه. وبعدين لو ما الكهرباء دي كانت قاطعة، يعني كانت قاطعة، محمود ده ما كان غنى، لأنه هو أساسا ظلم طبعا وخجول جدا جدا. فأنقذنا من موقف، يعني من من من, من تلك اللحظة أنا أيقنت إنه الشاب ده حيكون له مستقبل حقيقة. يعني محمود يعني من اللحظة دي أيقنت عنده إمكانيات صوتية خرافية جدا. طيب بعدين بيغني، زمان كان في المايكروفونات دي، كان الزول ده غنى ساي، غنى ساي، يعني ما في مايكروفون، ما بصوت جهود، الناس دي كلها، الناس دي كلها بسمع الناس. ايوه ايوه الناس دي كلها سمعت. يا سلام. فمن اللحظه ديك محمود يعني نحن نظرتنا له بقت ما 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 مسرح بس، يعني انا طيب انا حقيقه اليوم ذاك ما يعني اليوم ده ما اتنسى لي في حياتي كله صراحه، لا زال في ذاكرتي. طيب اذا سالتك استاذ عبد الباقي عن يعني الحاجة أو الأغنية اللي بتحبها لمحمود، العمل الغنائي اللي بشدك حقيقة شيء، أنا طبعا بحب كل أعمال محمود، وحضرت كل الأغنيات، كل بروفات.